دكتوره، بعيدا بقى عن النتائج وبعيدا عن هو هيبقى عايز كليه ايه والنتيجه جات له ايه فهتوديه كليه فين، الاهالي هم اللي بيبقوا بريشر او بيمثلوا وسيله ضغط على الولاد اكتر من الولاد نفسهم. لو ما توفقوش قوي في المجموع، الولاد ده بيشوفوا ايام صعبه جدا من ان اهاليهم يفضلوا يقولوا لهم ما انت لو كنت ذاكرت، انت لو كنت سمعت، اقعد بقى من دلوقتي استعد للسنه الجايه في الجامعه. الضغط الشديد جدا ده ينفع يستخدم كتحفيز للمستقبل ولا لا؟ ده ضغط ممكن يكون بيكبل طاقتهم الابداعيه وبيخليهم خلاص احبطوا ومش عايزين حاجه بقى تانية خالص. لا طبعا، ولا بيخليهم يبدعوا ولا بيخليهم يبقوا راضيين وبيبقوا قاعدين ناقمين على حياتهم ومتضايقين. لازم ارضى، انا خلاص اللي حصل حصل، يعني ده حدث فات. يا دكتور ايه ساعات بيبقوا متغاظين الاهالي، حتى لو متغاظ انا خلاص انا عرفت ابني عمل ايه وعرفت ان هو تعب، حتى اللي ما بيذاكروش برضو ذاكروا في اخر ايام، برضو تعبوا، برضو جروا ورا نفسهم، ايا كانت النتيجه انا راضيه بيها. ومش شرط يا جماعه النتيجه تكون هي دي المجهود اللي بذله، لا، ربنا بيعطيك المجهود اللي بذلته في حاجه بعد كده، يعني هتاخد يعني رزقك وهيبقى كويس ان شاء الله، بس نصبر. الاهالي تطمن ولادها، تقول انا راضي، انا عارف ان انت عملت اللي عليك. الكلمه دي هتطمن وهتريحه وهتخليه يبدا يفكر في الكليه بنفس راضي. تفتكري مش اي حاجه وخلاص الكلمه دي ما بتقلقش؟ ما يبقاش الولد قاعد مترقب، ده مخبي لي ايه، ده بيفكر لي في ايه لما يفضل. ما انا اطمنه، ما انا مش هقول له انا راضي واسيبه، لا، انا هطمنه انا راضي وتعالى نختار كليه تانية. لازم الاقي بدائل. ما هي الدنيا ما اتبنتش ان انا يا ده يا ما فيش، لا، اتبنت ان انا ما توفقتش في ده، عندي مليون بديل. يعني عندي اختيارات كتير قوي، مش شرط تكون هي دي وكفى. يعني اذكر قصه جميله لعميد كليه تجاره في جامعه ما، استضافوه وقالوا له لو انت رجع بيك الزمن كان امنيتك؟ قال لهم كان امنيتي ادخل كليه الطب، وكنت بكرس مجهودي كله لكليه الطب، وبعد ما ربنا اكرمني بكليه التجاره ومشيت فيها وتفوقت فيها، لو رجع بيا الزمن مش هختار كليه الطب، هختار تجاره. يعني كان اختيار من الاول ربنا كان صح، ولقى نفسه ابدع. ممكن تكون انت نفسك في حاجه بس ابداعك هيبقى في حاجه تانية، فخليك انت خلاص عملت كل مجهود بذلته وتعبت وكل حاجه، ربنا مش هيضيع تعبك ابدا، بس اهم حاجه ان انت ترضى وتبدا تفكر على طول انا هعمل ايه. لازم يكون لك خطط بديله.